سلسلة رمضانية لتعلم اللغة الإنجليزية كانت مجرد فكرة، أصبحت حقيقة. هكذا ككل الأعمال، تكون في الماضي فكرة وتصبح في الحاضر عملا. فكرت في هذه السلسلة في هذه الفترة، أي فترة الحجر الصحي قبل رمضان، بأسبوع واحد. بعد الفكرة بيوم واحد قمت بالإعلان عن السلسلة في اليوتيوب وجميع المواقع التواصل الاجتماعي، لكن كان التحدي صعب بالنسبة لي لأنني وحدي من يقوم بكل شيء، كتابة الدرس وتصويره ثم المونتاج الذي كان تحدي آخر. قمت بتسجيل 3 حلقات فقط قبل رمضان. كل يوم في رمضان كنت أسجل وأصور ثم أبحث عن الصور التي ليس عليها حقوق طبع والنشر، التي يمكن لجميع اليوتيوبرز استعماله، ثم أبدأ بالمونتاج. جمعت أكثر من 190 صورة لأن الصور تعلم أكثر. هذه السلسلة كنت أشاركها بقدر ما أستطيع في المجموعات وعلى الإنستغرام وأيضا على الواتساب وأي طريقة أخرى أستعمله، لأن القناة لم يكن عليها إقبال كثير. أثناء التصوير كان التحدي هو الشرح باللغة العربية لأنني اعتدت على الدارجة المغربية. إذا لاحظتم كل الفيديوهات السابقة قد قمت بشرح الدروس اللغة الإنجليزية بالدارجة. أتمنى أن السلام عليكم. هذه الحلقة سوف نتحدث عن درس. هذه الحلقة سوف نتحدث عن درس له علاقة بالأسئلة. هي الحلقة 9، هذه هي الحلقة 28 من سلسلة رمضانية. إذا أردتم أن تتحدثوا هكذا، وهيا لنبدأ. السلام عليكم. السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. هذا الفيديو السلام عليكم. السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. هذه هي الحلقة 3 من الحلقات الرمضانية لتعلم اللغة الإنجليزية من البداية. وصلنا إلى 7 دقائق. السلام عليكم. السلام عليكم. We are engineers. نحن مهندسون. We are engineers. خلاصة القول، أشكر كل من شارك واشترك في القناة وكتب تعليقا محفزا.
وأوجه الشكر الجزيل إلى كل تلاميذي الأعزاء الذين كانوا سندا لي. وأخيرا أريد أن أختم بأن هذه السلسلة ليست الأخيرة بل هي البداية فقط. سيكون هناك سلسلات أخرى لتعلم اللغة الإنجليزية في الأيام القادمة. الإعلان سيكون على القناة قريبا، لذلك أتمنى منكم أن تفعلوا زر الجرس لكي تتوصلوا به. وإلى اللقاء، شكرا، تحياتي.